السلام عليكم الله وبركاته. من ابراهيم رشيد، عضو الدائره 9 عن جماعه بالفاع. جماعه بالفاع اليوم هنا كنعيش واحد التظاهره الساكنه، واحد وقفه احتجاجيه عفوا للتنديد بقرار المجلس الجماعي بالفاع برئاسه السيد الرئيس، باش يقصي واحد العضو اللي هو كيمثل هذه الدائره لاسباب يعرفها الجميع. السيد الرئيس قدمنا له جميع التعليلات، يعني الجستيفيكاسيون اللي قدمنا. الجلسه الاولى ما حضرش لانه لم اتوصل باستدعاء في القوات القانونيه، ما توصلش بها نهائيا. الجلسه الدوره الثانيه انني كنت في سفر نظرا لظروف كوفيد، ما كانش كنت خارج ارض الوطن، ما تمكنش انني التحق بالمجلس بالدوره لان الوقت اللي كانت غتنعقد. والجلسه الثانيه الدوره الثالثه كنت مريض. السيد الرئيس قال لك لا سيدي ما تمرضش، الا باغي تمرض قولها لي عاد تمرض، يعني غتمشي انا خصني شخصيا او اي عضو من جماعه الانفاق غادي نمشي انا عند الطبيب نقول له شوف راه النهار الفلاني غادي نمرض، ودير لي سيرتيفيكا. راه هذا غير معقول، اساليب تدليسيه، اساليب بدائيه من السيد الرئيس يعني كياخذها ضدي على اي. والسيد الرئيس بالاجماع ديال الاعضاء ديال الاغلبيه صوت بعدم الرفض ديال برفض جميع المبررات اللي حطيت له انا. وحنا الحمد لله ما غاديش ننزلوا يدينا، حنا ساكنه مورانا وغادي غنمشيو ان شاء الله للمحطه المقبله. حنا غنتجهوا للمحكمه الاداريه، الحمد لله القانون نحن القانون فوق الجميع، وكنتمنى ينصفنا القانون. المجموعه المواطنه اصلا ما كانت جماعه موزنه، الدليل على ذلك، الدليل على ما اقول يعني جماعه كتقصي محترف لانها معارضه فقط. حنا معارضين، السيد الرئيس لم يلف المعارضه بتاتا، ما عندوش المفهوم ديال المعارضه. ما هي المعارضه بالدل بحكم انه ما عنده حتى شي واحد اللي غادي يقول له لا، وان حنا جينا قلنا اللهم ان هذا منكر، بغى يقصينا بهذه الطرق التدليسيه ديالو، وغادي فهذه باش ينفذ المخطط ديال الاقصاء ديال الجماعات، يعني الدوائر المعارضه من صحه التعبير. وهذا الشيء اللي كان، شكرا مره اخرى للجميع. ديال رشيد، حنا وقفنا ضد محطة المياه العادمة، وانتخبنا السي رشيد على حساب يوقف معنا، وتفاجئنا هاد الأيام بأنه غيتم الإقصاء ديالو. حنا ما متفقينش، حيت حنا اللي اختارينا السي رشيد يهضر علينا ويتكلم على الحقوق ديالنا وديال الجماعه المواطنه، بانه السي الرئيس هو اللي يهضر، اللي يسمع الساكنه شنو كتقول، اللي يسمع المواطنين شنو كيقول. ماشي حنا قلنا واحد النهار ما بغيناش محطه مياه العادمه تكون في المنطقه، يجي اليوم يقصي لنا العضو اللي وقفنا معاه حتى وقف، حتى لقينا الصوت ديالنا غادي يهضر امام ديالو، وتفاجئنا اليوم بانه غيتقصى. علاش؟
علاش حنا ما عندناش حقوق ديالنا ندافعوا على الحقوق ديالنا؟ حنا عندنا حق كحقوق اي واحد، اي مواطن، اي واحد غادي يدافع على الحق ديالو، خصوصا بانه جاب هذا مياه واد الحار للمنطقه وقفنا وقلنا واحد الكلمه اللي هي لا، ما بغيناش هذه المحطه تكون في المنطقه ديالنا، حيت الفلاحه، الاطفال، اي حاجه مضروره. حنا اليوم كنوقفوا وقفه متحده مع السي رشيد النائب ديالنا، وحنا اللي اختارينا وغادي نبقاو نختاروه، وغادي نوقفوا وراه حتى ياخذ الحق ديالو وتعود المياه لمجاريها. يتبوه روا ولا يتبلفع كله كل. علاش غير قادي شي قال حق؟ علاش ما انا دوار رئيس كوش بلا عضوين؟ شلي حرانا دا حيدنا عضوين، ها عضوين هاتين راد ورقيس نزرا كرا العيد، كرا العيد ها نور تقيس نزرا، علاش ما رفنا عيسى واش؟ ها مركز نتا دواجوز هذه الطحقر، علاش هذا حيكسا عضوين ها؟ نكني نتا نرى ها نكرا ورات تشوش نبادل، واخا رانا نك، ورات نبادل حتى يا نتا هو نيرا، نكني نوغا يونس، نكني عضوين حنول، نرات الفلاح يسوى. السلام عليكم. عراقي دوامي عراقي ولن انساها ولو اعذبوني، حقوقي حقوقي دوام في عراقي ولن انساها ولو اعذبوني. نهائيا انك غسدر بدون معقول التلاشي داير كعضو دائره شعوب، والسبب تعرفونه جميعا بلان صغير على عيل وفلان سطوح المحطه النضاليه المقبله المحكمه الاداريه بحول الله وقوته، كي قدم جميع الوثائق ليبرر انه هناك سفر ما عندي غرض، كل حنا نحمس الدوره غير بتاريخ 3 يناير 4 يناير الدوره 3/6 بعد 14 الدوره اللي الدوره اللي جوار نوتو ساس لي سلعه اللي سببين يعرفونه الدوره دي سكرات شهاده طبيه انك راجل ضد مريض وحنا مريض اللي خصنا تسلح. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.